متحمسين بزاف. وين جيت نسجل لكم فيديو محدي لابس حتى نكمل الفيديو نقول لكم شنو كاين فين وصل الحماش فين وصل البيبي. المهم مشينا على الطبيبه كيما شفتوا وسمعتوا معنا حتى الدقات ديال القلب. عندي 7 ديال السمان 7 سمان ها هي 7 سمان. هذاك الشيء اللي عطاته التلفاز هني داك العبار الحساب اللي كنت حاسبه انا هو هذاك اللي عطاته للتلفاز. صافي شفنا البيبي سمعنا دقات القلب تك 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 تك. والحمد لله كلشي مزيان الحمد لله بخير. غير كاين واحد المشكل صغير اللي باقي ما عرفناش شنو هو. عندي دي بيرت صفرين قبل ما نعرف راسي راني حامله كان هبط لي واحد شويه ديال الدم غير شويه ولكن كنت كنقول صافي واقيلا هادو لي غاكل صافي ما تسوقش ما ديتش ما جاوش وبقيت من ورا هذاك بقيت هكاك شي سيمانه وزياده كنتسنى يهبطوا لي غاكل ما هبطوش. صافي من وراها فين درت التيست عرفت راسي راني حامله. ما درت التيست حتى وصلت 6 سيمانات. المهم الحمد لله كلشي مزيان. كاين هذاك المشكل الصغيور انا ملي دخلت عند الطبيبه اول حاجه سولتني علاش شنو كتحسي شنو داكشي قلت ليها حاليا وسط الوقيته ديال الدوخه ديال الرده كنبغي الرد في الصباح كتصبح فيه واحد الرده خطيره وخلاص اليوم صافي صبحت فيها الرده مزيان. مش داس كتمشي ليا الشهيه بزاف ديال الحوايج كنبغي ناكلهم ما كنقدرش ناكلهم. كان فيه واحد شويه ديال الوجع دابا وليت كنرتاح شي شويه عطيت لراسي الراحه بدا كيمشي داك الوجع الحمد لله. قمرت ليا انا مخي قلت لها الطبيبه قلت لها راه عندي دي بيرت صفرين مني عرفت راسي حامله وانا عندي دوك دي بيرت صفرين. قالت لي خاصنا نعرفوا ديولاش. قلت لها راه ما فيهم لا ريحه لا حكه لا حتى شي حاجه. المهم قالت لك ضروري خاصنا نعرفوا ديولاش. دخلتني لداخل دارت لي هذيك دارت لي ديك لاباري الخيبه اللي تمره ما كتحملها كنت شالك هكا وكتحلها. المهم شافت قالت لي راه عندك واحد الحيمه صغيره هكا كاينه في العنق ديال الرحم تربات في العنق ديال الوالده تربات. المهم قالت لي هي شي مرات كتكون عاديه شي مرات كتكون شي حاجه بسيطه صافي خاصها غير الدواء. قالت لي هي اللي مدير لك هذوك لي بيرت صفرين اللي عندي دابا ما عندهم حتى شي علاقه بالحمل. المهم وما ياثروش على الحمل صافي خاصني ضروري ندير واحد بريليفمون فاجينال تحاليل هذيك الحيمه وداكشي. المهم صافي كلشي مزيان كلشي بخير. عطاتني دي فيتامين اللي ضروري ناخذهم ها هما وهادو التحاليل. انا اللي خايفه من هاد التحاليل هو هاد التوكسو هما هو اللي ما كنحملوش. انا بعد شهر كان عندي نيجاتيف ودابا كنقول يا ربي يكون بوزيتيف. كان نيجاتيف هاد التوكسو هذا هو واحد الميكروب كيكون في الماكله كيكون في الديسير كيكون في التراب كيكون في اللحم كيكون في كل شيء. وهذاك الميكروب الا داز للبيبي راه كيدير ليه شي مشاكل. الجوهره حتى
تخيلوا كنت كنبقى نغسل لدرجه توسوست بالنظافه ومابقيتش حامله الغسيل. دابا كنتمنى يا ربي يكون بوزيتيف عليكم البيبي صغير صغير باقي ما فيش حتى سنتيم صغير بزاف بزاف تخيلوا صغير صغير. المهم الحمد لله فاش قلبت لي الوالده كان غير البيبي ما فيها حتى شي حاجه الوالده ما فيها لا كيس لا حتى شي حاجه حيت في جوهره هي باقي عندها الدوسي ديالي ديال جوهره. في جوهره كان عندي الكيس ديال جوهره وحده واحد الكيس كان كيبان بحال اللي راهم توام هو راه غير الكيس ديال جوهره فيه جوهره وهذاك الكيس كيكون هو داك الغشاء ديال هذيك البويضه. البويضه ملي كتلقح كتخرج من الغشاء ديالها كيبقى داك الغشاء كيعمر دم هذاك هو اللي كان ديما كيدير ليا الدم في جوهره. المهم غنوريكم البيبي هاهو صغير شو قداش شو قداش. وفاش كنا كنشوفو في التلفازه كان كيبان لينا القلب كيدير تك 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 صغير شوف صافي هاهما الدقات ديال القلب الدقات ديال القلب مزيانين. هذا الطونسيو عندي مزيان الحمد لله. الطونسيو فاش كنت حامله في جوهره عبابك الخاس الحمار شبك
ريشه. هنا هذه هذه غير شحمه. ها هي فين هي؟ هي هذه سكي ولا باقي الله بدات كتنفخ في هذه البلاصه. وصافي الخارزه اجي باباك زيد. المهم هيا فيا 71 كيلو. داك المرة كنا تعمرنا كانت فيها 73، دابا ولات فيا 71. فغير في هاد السيمانات نقصت 2 كيلو. ما بقيتش كناكل، ما لاحظتيهاش؟ ما بقيتش كناكل، دابا شحال من حاجة كنبغي ناكلها ما كنقدرش ناكل، شحال من حاجة كنتشهاها كنبغي ناكلها ولكن الشهية صافي. كل سيمانة نعطيكم جديد، كل سيمانة نقول لكم شنو كاين. من 10 ايام غدا ندير لها التحاليل ونقول لكم شنو كاين. وهذا ما كاين، كنتمنى الفيديو ديالي معجبكم، كنتمنى تكونوا ضحكتوا معنا. اجي اجي زيد اجي باش تبعد ماشي مخشيه تحت الطابله. هيا هيا زوز زوز اشرب سلعه عشيه اشبك بك. قولي قولي يلا بسلام عليكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم. باي باي. كنتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. شاركوا مع البنات اللي كتعرفوا اللي حاملات ولا اللي كيعجبهم هكا الفيديوهات ديال الحمل وداك الشيء. ما تنساوش ديروا اللايك لايك وديروا الاشتراك. اللي ما عندهاش وليدات يا ربي يعطيها وليدات ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. يلا نتمنى الفيديو يعجبكم ونقول لكم الى اللقاء. باي باي.